ازيكم؟ انا اول مره اعمل فيديو، بس حسيت انه مهم قوي دلوقتي ان انا اتكلم مع الناس، علشان الناس الموجوده عندي كلها اهلي وصحابي، مش حد غريب يعني. سوري عشان انا شكلي اعمل كده. أنا في المستشفى، الحجر الصحي، الحمد لله. أنا يمكن لو جاتلي أعراض كانت أعراض خفيفة، مش أعراض قوية، بس نتيجة التحاليل بتاعتي بوستيف الحمد لله. لحد دلوقتي الفيروس موجود، لسه ما راحش يعني. مهم جماعة، الموضوع خدوه جد، الموضوع مش هزار خالص. خلي بالكم من نفسكم ومن اهلكم، بلاش زيارات، بلاش نقابل اصحابنا على ان هو عادي، عشان انا عملت كده وكانت غلطة كبيرة جدا مني، ان انا كنت بخرج وبنزل عادي، وسافرت مصر ورجعت، ما كانش صح خالص يعني. الموضوع مش بالاستهتار اللي الناس شايفاه، ومش بعيد عننا. فانا كنت متخيله ان هو مش هيجيلي وان هو بعيد عني، فطلع مش بعيد، ممكن اي حد يتصاب بيه. ارجوكم خدوا الموضوع مش باستهتار خالص، ما تزوروش بعض يا جماعه، عشان انت ممكن تزور حد كبير في السن وانت تبقى صغير في السن، تستأذيه هو. ممكن يبقى امك او ابوك او عندك طفل صغير، وانت بتخرج وبتروح وبتيجي وبتقابل ناس، وانت تاخد المرض وتنقله لحد يأثر فيه. ممكن احنا سننا صغير الحمد لله، ممكن مناعتنا تتحارب الفيروس ويطلع من جسمنا، بس ممكن ناس تانية لا، والفيروس يأثر عليها ويجرالها مضاعفات مش كويسة، او يجرالهم حاجة. فهي امانة ما بيننا وما بين ربنا ان احنا نخلي بالنا من نفسنا ومن اللي حوالينا. بلاش يا جماعة موضوع ان انتوا تنزلوا وتشتروا اكل بطريقة بشعة، جيبوا بس اللي يكفيكوا، بس تحطوا في بيتكوا عشان تقعدوا في البيت وتاكلوا وتشربوا، بس بلاش البشاعة في التعامل مع الوضع او الانانية، علشان احنا في مصر في ناس غلابة يعني، في ناس غلابة ما تقدرش، امكانياتها ما تقدرش ان هي تجيب اكل لشهر وشهرين وتحطه في التلاجة وتقعد في البيت. في ناس تخرج بتجيب قوت يومها على قد النهاردة هاكل ايه، فما نخلص السلع الاساسية من السوق. وفي ناس تانية هتتأثر، حرام يعني. انا مش مجمعة، معلش مش عارفة اتكلم كويس. خلي بالكم من نفسكم يعني. الموضوع يا جماعة خطر، والله خطر. اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت. ما مش عارفة اقول ايه، بس ده الطريقة الوحيدة للوقاية، ان احنا نقعد في البيت، لان الخروج دلوقتي خطر. انت ممكن تاخده في مواصلات، ممكن في شغلك، ممكن اي مكان. حافظوا جدا، لو الناس اللي مضطرة تنزل تشتغل، طول ما انت برا البيت ما تلمسش وشك واغسل ايدك كل شوية، واول ما تدخل من بيتك، خاصة لو عندك أطفال أو عندك في البيت حد كبير في السن، امسح مفاتيحك. أول ما تمسك مفاتيحك وتفتح بيها الباب، امسح مفاتيحك بمعقم وكر الباب، كل حاجة.
وكل حاجة انت لمستها اول ما دخلت من البيت عقمها واغسل ايدك اول ما تدخل من البيت. وربنا يحفظنا كلنا يا رب، ويرفع عننا البلاء والوباء يا رب. ودعواتكم بس ان انا ربنا يشفيني واخرج من هنا على خير. شكرا.